بينما انتقل الى شواهين اللي على المركز الثاني القادمة. هناك شواهين اللي على المركز الثاني للشيخ عبد الله بن حم العامري. انتقل الى المركز الثالث اسرابه اللي على المركز الثالث لمحمد بن مهير بن لاحج الكتبي. انتقل واتحول مباشرة الى المركز الرابع. اجد هناك شواهين لعبد العزيز بن حمد بن علي للمريات هنا مع المركز الرابع. انتقل واتحول إلى المركز الخامس. هناك راهية لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز السادس وصولا من سرايا ولا سرية هذه القادمة بشعار مانع بن أحمد رحمة الشامسي. بينما المركز السابع وصولا من مهابة لمسفر بن مبارك بن راشد بن جافلة. انتقل وتحول إلى المركز الثامن. المركز الثامن في هذه اللحظات وصلت ميزة لمحمد بن سيف بن كليب الكتبي ياتي مع المركز الثامن. اما المركز التاسع فهي الشفاء القادمة على المركز التاسع بشعارها القادم بشعارها المتميز. هذه هي الشفاء الواصلة بشعار محمد بن عبيد بن طوق القادم على المركز التاسع. بينما المركز العاشر مراسيل يا أيتها المراسيل هنا بدأت تتحرك بشعار غانم بن حمودة الظاهري يتقدم هنا مع هذا الانطلاق. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المنطلقة والمتحركة في هذا التحدي وفي هذه الانطلاقة الممتازة. لكني أعود إلى المركز الأول. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الأداء. هناك على المركز الأول شعار بن نصرة يسيطر على المركز الأول مقدما لليمامة. اليمامة بدأت تحلق على المركز الأول لمبارك بن محمد بن نصرة العامري. يسير إلى المركز الأول يتقدم إلى الصدارة الأولى. أما المركز الثاني فهناك قدوم من شواهين الواصلة بالمركز الثاني بشعار الشيخ عبد الله بن حم العامري. اما المركز الثالث شواهين لعبد العزيز بن حمد بن علي لفهيدة والوصول من شعار بن رشيد. يتقدم مع راهية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتحرك هنا في هذه اللحظات والتحرك من ميزة 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 القادمة في هذه اللحظات. وصلت ميزة وصل محمد بن سيف بن علي بن راشد الكتبي يتقدم بن كليب يتقدم. والتقدم من فزعة لقانم بن مسفر بن قانم المنصوري. الله يا بالقوبع يا بالقوبع يا بالقوبع يتقدم هنا في هذه اللحظات مقدما لانطلاق مقدما لتحديات مقدما لمساره الجميل والرائع هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة وفي ميدان الوثبة الذي يجمع ما بين هذه الأصايل يجمع ما بين الحول تنطلق هنا في هذه اللحظات.
هناك على المركز السادس وصلت ندى وتحركت ندى ليتحرك شعار عبد الله بن محمد بن عويضان العامري ياتي مع المركز السابع. اما المركز الثامن فالقدوم من مراسيل الواصلة بالشعار الاقتصادي الكبير يتقدم قانم بن علي بن حمودة الظاهري. من انتزع رمز في هذا المهرجان يقدم لنا هذه المراسيل التي بدأت تسير نحو الانتصار، تسير نحو الفوز، تسير نحو الانجاز والطموحات التي دائما ترافق المضمرين والعاملين عليها. بدأت هنا هذه الاسماء. انتقل الى المركز التاسع. من اجد؟ اجد الوصول، اجد الوصول من مهاب لمسفر بن مبارك بن راشد بالجافلة يتقدم على المركز التاسع. اما المركز العاشر فهنا سراب الواصلة لمحمد بن مهير بن علي بن لاحج الاكتبي. لكني اعود الى المركز الاول الى اليمامة. اليمامة تحلق في سماء الوثبة. اليمامة التي انطلقت في المركز الاول لمبارك بن محمد بن نصرة العامري رجل المفاجآت يتقدم بانطلاقه الممتاز مع جسر العبور بمحاذاة 3 كيلومترات المتبقية عن النهاية، المتبقية عن الفوز، المتبقية عن الانتصار الذي يطمح ويطمع له الجميع في هذا الصباح الجميل في هذه المنافسة. لكن المركز الثاني، هذه هي شواهين القادمة بالمركز الثاني للشيخ عبد الله بن حم العامري يتواجد ويتحول مباشرة إلى المركز الثاني. أما ثالثا فهي راهية لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ياتي مع المركز الثالث. انتقل وتحول إلى المركز الرابع رابع المراكز. وصول هناك من فزعة لقانم بن مسر بالقوبع المنصوري. انتقل الى ميزة، ميزة وميزتها مميزة دائما، هذه هي ميزة لمحمد بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي. ووصلت ايضا، وصل شعار بن حمودة يتقدم ويتحرك مع مراسيل قانم بن علي بن حمودة الظاهري. الشوط يحمل العمالقة، الشوط يحمل الكبار، الشوط يحمل المتألقين. وصلت ندى، وصل عبد الله بن محمد بن عويضان العامري. لكني حد شاف اليمامة. هذه اليمامة تشاهدونها عبر شاشاتنا، عبر قناة ياس المتابعة. هذه اليمامة التي تنطلق نحو الفوز لمبارك بن محمد بن نصرة العامري. هنا يسير مع المركز الأول بن نصرة وباحثا عن النصر والفوز، باحثا عن الانتصار هنا على المركز الاول. اما المركز الثاني فاجد شواهين للشيخ عبد الله بن حم العامري. وصل بن حموده وصل الشعار الاقتصادي يتحرك هناك مع مراسيل تتقدم لقانم بن علي بن حمودة الظاهري بالشعار الاقتصادي. المركز الرابع وصلت راهية لخليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الخامس وخامس المراكز مع ندى لمحلي عبد الله بن محمد بن عويضان العامري. وصلت كذلك، وصلت فزعة
لغانم بن مسفر بالقوبة على المنصوري وتحرك بن كليب مع ميزة ميزة لمحمد بن سيف بن علي بن كليب يتقدم لكن وين اليمامة 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 هي من طارت هي من طارت هي من طلقت انطلقت هنا مع مبارك بن محمد بن نصر العامري. أما المركز الثاني فهي راهية لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث هناك مع فزعة غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري بن حمود رابعا. لكن راهية لكن راهية لكن راهية اللي على المركز الأول راهية بأدائها راهية بانطلاقها راهية بالأداء المميز خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بن رشيد بالجديد بالمفيد بالانطلاق. هذا بن رشيد يتقدم مع راهية يتقدم بن حمود قادم بن حمود قادم مع مراسيل مراسيل قانم بن علي بن حمود الظاهري. اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة بن رشيد بن حمودة بن حمودة بن رشيد بن رشيد على المقدمة مع راهية 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 راهية. اللحظات الأخيرة راهية 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 هي راهية بالأداء. تهانينا والناموس لخليفة بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مراسيل غانم بن علي محمود الظاهري. المركز الثالث كانت هناك مع ايضا شعلة لعبيد بن سيب بن سالمين منصوري. المركز الرابع كانت هناك مع جميلة سالم بن عبيد سالم مزروعي. المركز الخامس هناك كانت ميزة بالمركز الخامس محمد بن سيف بن علي بن كليب الاكتبية. اذا متابعين الكرام شاهدنا المنافسة الجميلة والتحديات الرائعة حيث كانت راهية لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هي بطلة لناموس هذه الشوط والتوقيت الزمني المرافق لأدائها هناك والمسجل ايضا مع هذا الاداء الجميل 12 دقيقة واربعين ثانية واربعة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. اما المركز الثاني فكانت مراسيل لغانم بن علي بن حمود الظاهري توقيتها الزمني هناك 12 دقيقة اربعين ثانية سبعة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. اما المركز الثالث فكانت حاضرة هناك كانت بالمركز الثالث هي شعلة لعبيد بن سيف سالمي منصوري توقيتها الزمني 12 دقيقة 43 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.